الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. ركن قصد حال وأركان الإيمان ككم إذا وحوي إلا الرومية كتبت إلى هزودة شيء. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. وحن رومين إن كتبت لما إلى هزودة شيء. وأن كلام الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى. إن كتبت أستهاي إلهي هذا الكيس وكلام كيس أي تاي. إلهينا وحكوها الله كلام أصدق ومناسبة وعنتمة وأن منزل لا مخلوقة أين كتب تعسيتها كتب إلهي حق سلقة سود الشيء أساهين كتب لأبورة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب إنه إلهي رسول كستأول سود الشيء كتاب أوسية إنا رومينو نؤمن بجميع الكتب كتب تأمانت إلهي سود الشيء ورومينينا ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وحان رومينينا أنت إلهي نوش يقيم مقعيدو ده القرآن قرانك والتوراة هي التوراة والإنجيل هي إنجيل والزبور هي الزبور والصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام إيو وراقه أما الصحف النبي إبراهيم ينام موسى لو سودتي ونؤمن بما علم الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب وحن رومين إن الإلهي نوش أخبار تودع كسابسا هي أحكام تودع هي إن القرآن كوي هاي كين نسخي لما كتب تيكو ريسولا نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما في القرآن والسنة والله أعلم كتب تاس ورمينينا لكن ما أخرسنا إنه ما نطالعنا إنه وحان طالعنا إنه أو راعينا قرآن كإلهي نوسد شيء والله أعلم